كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم والغالي يرخص لك. برنامجنا دايما كل يوم يكون على نجومة فهم، وبنحاول نقول لكم أكلات تكون رخيصة جدا مش غالية على قد ما نقدر، ولو إن كل حاجة بيني وبينكم دلوقتي بقت غالية، بس يلا احنا لازم ناكل برضو ونتغذى. طيب النهاردة هنعمل بقى طاجن بطاطس بالفاصوليا الخضراء مع الرز الأحمر. هنقول لكم المقادير بعد كده نخش على الخطوات أو طريقة التحضير، بعد كده هنحكي لكم حكاية. النهاردة حكايتنا هتكون عن البصل وأهمية البصل. نبتدي بالمقادير بتاعة الطاجن بتاعنا النهاردة. هنجيب توم مفروم وفلفل أخضر مكعبات وبصل مفروم، بقدونس مفروم، كزبرة مفرومة، كزبرة خضرة طبعا، ها، عصير طماطم، بطاطس شرايح ترانشات، وفاصوليا خضرة مسلوقة، ملح وفلفل وطماطم مكعبات. هقول لكم المقادير كمان مرة: توم مفروم، فلفل أخضر مكعبات، بصل مفروم، بقدونس مفروم، كزبرة خضرة مفرومة، عصير طماطم، بطاطس ترانشات شرايح، فاصوليا خضرة مسلوقة، ملح وفلفل وطماطم مكعبات. دي المقادير بتاعتنا. تعال نخش على طريقة التحضير. هنسخن الزيت في طاجن على نار متوسطة، بعدها نحط البصل والبطاطس ونقلبها لغاية لما يبقى لونها ذهبي، ما نخليهاش تغمق قوي، ونضيف الثوم والفاصوليا ونقلبها لمدة دقيقتين، ونضيف الفلفل الأخضر وعصير الطماطم والملح والفلفل ومكعبات الطماطم. دايما لما نكون بنحط حاجة فيها بصل وتوم بننزل في الزيت بالبصل الأول بعد كده بننزل بالتوم، ما تعملوش العكس. يبقى هعيدها لكم مرة تانية. هنسخن الزيت في طاجن على النار، على فكرة ممكن تستخدموا زيت زيتون مش هيقول لا يعني. هنسخن الزيت في طاجن على نار متوسطة، بعدها نحط البصل والبطاطس ونقلبها لغاية لما لونها يبقى ذهبي، ونضيف الثوم والفاصوليا ونقلبها لمدة دقيقتين، ونضيف الفلفل الأخضر وعصير الطماطم والملح والفلفل مكعبات الطماطم. هنغطي الطاجن بورق فويل وندخله الفرن على درجة حرارة 170 لمدة ربع ساعة، ونضيف بعد كده لما يطلع نضيف البقدونس وكزبرة للطاجن أول لما يطلعوا من الفرن. أرجوكوا ما تحطوش البقدونس ولا كزبرة من الأول، هيتبلوا ومش هيبقى طعمهم حلو، هيدوا كمان نكهة مش حلوة، فلازم بعد ما نطلع الكلام ده من الفرن هنحط الكزبرة والبقدونس. تعالوا بقى نقول إيه الرز الأحمر بيتعمل إزاي. بيبقى حلو جدا الرز الأحمر. هنجيب كوبايتين رز منقوعين لمدة ساعة، وكوبايتين ونص مية، بصلة كبيرة مبشورة، معلقة صغيرة توم مفروم، معلقة كبيرة صلصة، حبيتين فلفل رومي مكعبات صغيرة قوي، كوباية فلفل ألوان، زيت نباتي، 4 معالق كبار بهارات، وملح وفلفل. تعالوا بقى نشوف الطريقة. هنحمر البصل لغاية لما يبقى لونه بني، ونضيف التوم والفلفل ومعجون الطماطم، وبعدها المية والملح والبهارات والرز، وأول ما يغلي نوطي النار خالص لغاية لما يستوي، وبالهنا والشفا طعمه بيبقى حلو جدا. كده النهاردة قلنا حاجتين، قلنا طاجن البطاطس بالفاصوليا الخضراء، وعملنا جنبه الرز الأحمر. بألف هنا وشفا، أنا جوعت على الكلام ده. هحكي لكم بقى النهاردة حكاية إيه. حكاية البصل. البصل أنا شخصيا من الحاجات اللي بحبها قوي، الخضروات اللي بحبها جدا، باكله في كل الأوقات، سواء بصل أخضر، بصل أحمر، البصل الأبيض، وبالذات لما الواحد بيبقى عنده نزلات برد أو انفلونزا، لو أكل بصل كتير هيعطس كتير والرش هيزيد مرة واحدة عنده، وده كويس لأنه بيطلع كل البرد اللي في جسمه. قالوا بقى إيه، نتكلم شوية عن البصل. أنا عايز أقول إن البصل مهدور حقه جدا، عشان كده النهاردة قررت أتكلم عنه. يعتبر البصل خضار ذو نكهة قوية جدا، وساعات بتكون غير مستحبة لبعض الناس، بس المميزات اللي في البصل هتشفع له. يعني بيتوصف لمرضى الشرايين وضغط الدم العالي، بيشفي من أمراض جلدية زي الثعلبة، والأبحاث بتقول إنه بينظم الدورة الدموية وبيفيد الكبد والكلى. لما بنقول بيشفي أمراض بيساعد على الشفاء من الثعلبة، يعني عشان اللي عنده ثعلبة ما يروحش يقعد ياكل بصل فيخف، بس هو حاجة مكملة للأدوية اللي بناخدها. الهنود الحمر كانوا دايما بياكلوا البصل، وعلى فكرة هقول لكم معلومة كده بسرعة عن الهنود الحمر، اللي هم سكان أمريكا
الأصليين الهنود الحمر عرفوا البصل وأطلقوا عليه اسم شيكاغو، لأنه بالنسبة ليهم بيمثل القوة وبيزود من قوة الجسم. واتسمت مدينة شيكاغو الأمريكية بالاسم ده لأنه ما كانش فيه أكلة ما بيستخدموش فيها غير البصل، كل البصل كان بيتم استخدامه. كمان أجدادنا الفراعنة كانوا بيستخدموا البصل، وفي أعياد كتيرة زي عيد شم النسيم اللي هو عيد شمو اللي هو عيد فرعوني، ومن أقدم الأعياد المصرية أجدادنا كانوا بيستخدموا البصل دايما مع الفسيخ والرنجة والحاجات الحلوة اللي احنا عارفينها. البصل فيه نسبة عالية جدا من الكالسيوم والحديد والكبريت، وبيحتوي على مادة الجلوكوتين، ودي بتعادل الأنسولين في مفعولها في تنظيم نسبة السكر في الدم. البصل المطبوخ في الفرن أو على البخار بيعتبر مطهر جيد جدا للأمعاء. دي كانت حكايتنا النهاردة عن البصل، ويا رب الطبقين اللي عملناهم النهاردة ينولوا إعجابكم، واستنونا إن شاء الله بكرة في نفس معادنا والغالي يرخص لك على نجوم فهم.